مرحبا بكم على قناة خالد بيوسف. السلام عليكم. كنا جالسين مع لينا بابينا تخرجنا واحد الجزائري عاود قال لك حنا اللي كندعموا روسيا. قال لك حنا هما القوة الضاربة، حنا اللي كندعموا روسيا، حنا ويلي واش وليتوا كتصنعوا السلاح كنتوا كتشريوا من روسيا، دابا عاود وليتوا كتقولوا راه حنا اللي كندعموا روسيا. قال لك القوة الضاربة ذكرى غلا هادو راه ضربهم الله يربش، بدا نضحكوا مرة بدا تشدهم الى بغيتوا تضحكوا كوميديا شوية. اجو سمعوا واش قال هذا الجزائري عاد نرجعوا. فريق سعيد شنقريحة وخلال الكلمة قال بأن الكثير من أعداء الجزائر يتربصون بأمنها وأمن طبعا مواطنيها وأمن، وأيضا يحاولون اللعب باستقرار الجزائر، ولكن قال هو ككل مرة يقول يعني من خلال خرجاته الإعلامية بأن اليوم معركة الوعي هي من ستفوز وهي من ستحقق نتيجة لا محالة. لا. الفريق سعيد شنقريحة قال بأن أعداؤنا يعملون ليل نهار على ضرب الوحدة الوطنية. كما يعلم الجميع طبعا أن المؤسسة العسكرية الجزائرية لها دور فعال خاصة في التهديدات الأمنية على مستوى الحدود الجزائرية المغربية، ولهذا أن الجزائر طبعا لها قوة ردعية لمن أراد أن يتجاوز هذه الحدود الجزائرية أو المساس من جهة ثانية، علما أن هناك ما تسمى بدول الجوار التي تآمرت مع الكيان الصهيوني ووضعت هناك ما تسمى قاعدة عسكرية مشتركة بين دولة الجوار وبين الصهاينة، وهذا يعتبر تهديد أمني بالدرجة الأولى للجزائر، ونحن نحترم حسن الجوار، علما أن التهديدات الأخيرة التي كانت من طرف هذه الدولة أنذاك في سنة 63 وأن الجزائر كانت أنذاك جريحة يا ضنايا كانت آنذاك جريحة خرجت من الاستعمار الحرب بين الجزائر وفرنسا، لكن لم تأخذ عبرة في هذا الجانب، لكن كل العام والخاص بأن الجيش الجزائري والإرادة الجزائرية التي كانت بالأمس ليست هي باليوم. أودي والإرادة الجزائرية التي كانت بالأمس ليست هي باليوم. وأضاف بوريطة أنه يجب على مدريد أن تدرك أن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وأن كل التطورات الجيو استراتيجية العسكرية في تلك المنطقة، وأن الجزائر أصبحت منطقة كبيرة وقوة ردعية لمن أراد أن يتجاوز ذلك، علما أن الجزائر تمتاز بترسانة عسكرية قوة برا وبحرا وجوا في جميع المناطق. سير وليدي اللي فوت عليك الحال، سير. وأصبحت قوة عسكرية لمن أراد أن يتجاوز ذلك، وعلما أن إسرائيل تعلم بذلك، لأن حرب 73 من الذي دخل الأراضي الإسرائيلية ألا وهو الجيش الجزائري الذي دخل الأراضي الإسرائيلية في سنة 73. يعني انت ضخمت بطولتك وزدت في الاكاذيب لدرجة انك انكرت الاخر ومش عايز الاخر يقولك احشم على عرضك شوية، ده انت مشاركتش اصلا. وهم على علم بان الكيان الصهيوني الذي تآمر مع المخزن مؤخرا ووضع هناك قاعدة عسكرية متواجدة لتهديد الامن الجزائر، فنحن نقول ان الجزائر لها قوة عسكرية، لها قوة عسكرية، والدليل على ذلك أن هناك ما يسمى بالسباق التسلح بين الجزائر وبين الجارة المغربية على رأسها المخزن، ونحن نقدم كل الامتنان لإخواننا المغارب، لكن المخزن هو العميل. السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها لإسرائيل، ويريد هناك شن حرب بين الجزائر وبين المغرب. نعم السعيد أو الفريق شنقريحة قالها بصريح العبارة بأن أعداء الجزائر يحاولون وبشتى الطرق زرع الفتنة والتفرقة والكراهية بين أبناء اللحمة الواحدة. قال أيضا بأن الجزائر قوية بأسسها الثابتة، وهي مسؤولية الجميع على أن تكون
قوية، ويعني وكأنه ما هي الدلالات ربما التي أراد أن يوصلها سعيد أو الفريق شنقريحة؟ ما هي أهم الدلالات التي يمكن أن نتحدث عنها من خلال هذا التمرين التكتيكي، وخاصة أنه بالذخيرة الحية والشعار هو الصمود 2022؟ السيد قائر الأركان للجيش الوطني الشعبي الجزائري هو على دراية بذلك، وأنه سيعطي درسا لهؤلاء الأعداء الذين يتربصون بخيانتهم مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن الجزائري، وخاصة بين المغرب الحدود المغربية الجزائرية. فطبعا أن هذا التمرين الذي جاء في قيام الليل الذي جاء في قيام الليل ليلا باستعمال الذخيرة الحية، وكذلك استعمال هناك الصواريخ والرجمات، هو تحذير للمخزن. فإذا كان هناك أراد أن يتجاوز حدود معينة فإن القوات الجزائرية المسلحة ستكون بالمرصاد، وهؤلاء سيأخذون درسا لا ينسوه. نعم، والجيش الجزائري هو بالمرصاد لكل من يتربص بالجزائر، وهو ضد أيضا أعداء الجزائر، ليس فقط نظام المخزن الذي هو عبارة عن جوكر فقط لا أكثر، وإنما الجيش الجزائري قوي بشعبه، وصراحة المسؤولية كما قال الفريق شنقريحة هي مسؤولية الجميع. إذا المجتمع ده أيضا من خلال طبعا هذا التمرين التكتيكي يدخل في تدريب أيضا القادة والأركانات على تحضير وتنظيم الأعمال القتالية ليلا، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال أيضا التنسيق والانسجام. تفضل. علما أن الدراسة الجوية استراتيجية العسكرية الجزائرية أثبتت ذلك، لأن مهما كانت أن الجزائر هي تمتاز بقوة ردعية، والقوة الردعية أثبتت ذلك ما يجرى هناك الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ولا ننسى بأن الجزائر هي حلف تنتمي إلى روسيا، ولكن الجزائر اليوم بخصوص القضية الروسية الأوكرانية هذا ملف آخر، الجزائر تتخذ موقف الحياد طبعا. نعم طبعا، بغض النظر على أن حليف روسيا في أمور أو غيره، ولكن الجزائر في هذه القضية هي تتميز بالحياد. دعنا من هذه النقطة نذهب إلى نقطة أخرى أستاذ عمر بوعشا، هل نستطيع القول بأن هذا سنشهد تمارين تكتيكية أخرى أيضا بالذخيرة الحية لإعطاء جاهزية أكبر لقواتنا من حيث التنظيم ومن حيث التأطير؟ طبعا، أن القوات المشتركة العسكرية الجيش الوطني الشعبي هذه التمارين على الحدود الجزائرية المغربية ستكون هناك قوة ردعية لهؤلاء الذين يريدون المساس بالتراب الوطني وأمن الجزائر بالدرجة الأولى. ثانيا، أن القوة العسكرية والصواريخ عبر القارات والرجيمات التي هي متواجدة حاليا بالجزائر ياكس ليس لها لأن المغرب ليس له قوة ردعية مما هي موجودة في الجزائر في بلادنا بالدرجة الأولى. نعم والله ينعلي ما يحشم. الزلط والتفرعين، الزلط والتفرعين. إذا اش كتسنى من واحد كياكل اللحم ديال الحمير؟ اش كتسنى غير هضره بحال هذيك؟ وصل آخر هذا الفيديو، بغيت الآراء ديالكم في الكومنتير. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد. أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.